السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي تلاميذ وتلميذات الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم. سوف نتناول اليوم في الوحدة الأولى وهي بعنوان من القرآن الكريم والهدي النبوي. القرآن الكريم هي إيه؟ الآيات القرآنية اللي هي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. أما الهدي النبوي مثل الأحاديث النبوية الشريفة وإتمام والأدعية اللي هي منين؟ تمام، من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وسوف نتناول اليوم في الدرس الثالث بعنوان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، اول ما نسمع اسم النبي لازم نقول ايه؟ تمام، صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا يا اصحابي نقرا الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعلي نورا. طيب الدعاء ده يا أحبائي لرواه واحد اسمه إيه؟ البخاري. يعني لرواه يعني اللي قاله يعني اللي فقره عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة الدعاء ده كان دائما الرسول يقوله وخصوصا عند ذهابه إلى الإيه؟ إلى المسجد. تعالوا نفهم معنى الدعاء. يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى الهداية والرشاد. ليه؟ لأن الله تعالى هو نور السماوات والأرض، والنور هنا معناها إيه؟ الهداية والرشاد. يبقى نور يعني الهداية والإيه؟ والرشاد، يعني هو ده الطريق المستقيم، يعني هو ده اللي هيوصلك لطريقك للإيه؟ إلى الجنة. تمام؟ فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل النور فيه. اللهم اجعل في قلبي نورا، في القلب وإيه كمان؟ وفي بصري نورا، وأيضا في بصره، وفي سمعي نورا، وأيضا في إيه؟ في سمعه، وسائر جوارحه، يعني سائر إيه؟ حواسه. تمام كده؟ طيب، ها وإيه كمان؟ يبقى تاني بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل النور في قلبه، وإيه كمان؟ وبصره، وسمعه، وسائر جوارحه. تمام؟ طيب لماذا بقى؟ لأن النور يحفظ القلب من المعاصي. يبقى النور يحفظ القلب من إيه؟ من المعاصي. إيه كمان؟ ويحفظ البصر والسمع، فلا يبصر ولا يسمع إلا ما أحله الله تعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا عندما يكون قلبي مملوء بالنور مش هتكون في مجال ان انا ارتكب اي ذنب او اي اعمل اي معصيه ممكن ان تغضب المولى عز وجل. ليه؟ لان النور والهدايه يملا ايه؟ يملا قلبي. طيب وعندما يجعل الله النور في بصري هنظر الى كل مخلوقات الله تعالى مثل السماء اللي هي مرفوعه بدون اعمده، وانظر الى ما فيها من الشمس والقمر والنجوم والكواكب. وكيف رفعت السماء بدون اعمده؟ إنها قدرة مين؟ قدرة الله. ومعجزة مين؟ معجزة الخالق. تمام كده؟ طيب وفي سمع نورا، وعندما يملأ النور سمعي، بالتالي هل إن أنا ممكن لما يكون سمعي في نور، يعني في هداية وفي رشاد، تفتكر إن أنا ممكن أقعد في مجالس فيها غيبة، فيها نميمة، فيها غش أو خداع؟ طبعا لا. تمام؟ لأن هلاقي النور اللي هو الهداية والرشاد يغذي إيه؟ يغذي سمعي. يعني ممكن ان انا اقعد في مجالس فيها ايه؟ مجالس علم. هي ممكن كمان اغذي سمعي بايه؟ اغذي سمعي بايه؟ بسماع القران الايه؟ للقران الكريم. تمام كده؟ طيب يبقى اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا. هي هستكمل باقي الدعاء. وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وامامي نورا، وخلفي نورا، واجعلي نورا. تمام؟ يبقى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل له نورا في عن يمينه، وإيه كمان؟ وعن يساره، وفوقه، وتحته، وإيه كمان؟ وأمامه، وخلفه، واجعلي إيه؟ واجعلي نورا. يبقى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل أن يحفظه بالنور من كل إيه؟ من كل الجهات، من كل الجوانب، ليس الجهة واحدة،
أو تلتين، ده من كل إيه؟ من كل الجوانب. ليه بقى؟ لماذا؟ لكي يحاط بالعناية الإلهية والهداية الربانية من كل جانب. ربنا هيحفظه، ربنا هيصونه، ربنا هيمده بالنور اللي هو الهداية والإيه؟ والرشاد. تمام كده؟ طيب تعالى معي. إذا النور، ماذا تعني هذه الكلمة؟ النور معناها إيه؟ الهداية والإيه؟ والرشاد. طيب لما أقول لك هنا دلوقتي أذكر إلى ما يشير إليه الدعاء، الدعاء هنا دلوقتي بيشير إلى إيه؟ أول حاجة أن نطلب من الله الهداية والرشاد، نطلب من الله الهداية والرشاد. تمام. طب ده موجود في إيه؟ موجود في أول الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، تمام؟ وفي زمني نورا، يبقى ده رقم واحد. تاني حاجة أن نطلب من الله أن يحيطنا بالعناية الإلهية والهداية الربانية. طيب ده موجود فين؟ موجود في باقي الدعاء، وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل في نورا. تمام. يبقى لما أقول لك هنا دلوقتي اذكر إلى ما يشير إليه الدعاء هتقولي لي إيه؟ رقم واحد أن نطلب، سمعني صوتك كده، أن نطلب من الله الهداية والرشاد. تاني وإيه كمان؟ رقم اتنين أن نطلب من الله أن يحيطنا بالعناية الإلهية والهداية الربانية. تمام. ماذا تعني كلمة النور؟ النور هنا معناها إيه؟ النور معناها الهداية والإيه؟ والرشاد. تمام؟ طيب اقرأ معي هذا التدريب. تخير الصواب مما بين القوسين. رقم ألف، النور في الحديث هو، هل المقصود به ضوء الشمس، يعني الضوء المنبعث من الشمس، أم الهداية والرشاد، أم ضوء المصابيح؟ المصابيح دي كلمة جامعة مفردة المصباح. المصباح اللي هو اللمبة اللي موجودة عندك في إيه؟ في المنزل. يبقى النور في الحديث المقصود بإيه؟ المقصود به أسمع تمام، الهداية والإيه؟ الهداية والإيه؟ والرشاد. رقم ب، عمل الخير يرفع مكان الصحيح. هين فين؟ انا دلوقتي لما اعمل خير مكانتي هترتفع. هين الله ام الناس ام الله والناس؟ تفتكر دلوقتي انا لما اعمل عمل خير مكانتي هترتفع عند الله بس ولا الناس بس ولا الله والناس؟ تمام. يبقى عند الله وايه؟ والناس. رقم اثنين، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية. رقم ألف، النور في القلب يجعله يحب الخير. الكلام ده صح ولا خطأ؟ تمام. أنا دلوقتي لما يكون قلبي ممتلئ بالنور هحب الخير ولا لأ؟ تمام. يبقى النور في القلب يجعله يحب الخير، يبقى الكلام ده إيه؟ الكلام ده صح. رقم ب، النور لا يشعر اللسان يتكلم بالخير. ده الكلام ده صح؟ دلوقتي النور موجود في اللسان، هل اللسان لا يتكلم بالخير؟ لا طبعا. يبقى النور يشعر اللسان يتكلم بالخير، يبقى اذا الكلام ده صح ام خطا؟ يبقى دي اجابه طبعا ايه؟ كلام خاطئ. رقم ج، المسلم يدعو الله في كل وقت. انا علي، انا كمسلم او كمسلمه علي ان انا ادعو الله في كل وقت وليس بعض الوقت، يبقى الكلام ده ايه؟ صح. يبقى دي اجابه ايه او كلام ايه؟ كلام صح. وبكده يا احبائي يكون انتهى درسنا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وارجو ان تكونوا قد استفدتم من الدعاء. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.